يسير العمل على قدم وساق من أجل انتهاء أعمال مشروع تطوير وتوسيع الطريق الدائري. للمزيد تنضم معنا ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز لترصد لنا آخر التطورات الجارية لتوسيع الطريق الدائري. ميرنا أهلا بك. بالطبع الطريق الدائري من أهم المحاور الرئيسية التي تؤثر على حركة المرور في الشوارع المصرية. لو ترصدي لنا أهم وآخر ما تم في هذا المشروع. أهلا بك شيماء، أهلا بكل مشاهدي شاشة أكسترا نيوز. بالفعل كما ذكرتي هي شبكة طرق لم تعهدها مصر من قبل، الآن يعني في لمساتها الأخيرة في مختلف الطرق مختلف المحاور التي هي على طريق الدائري. توسعة الطريق الدائري بإضافة الحارات بإعادة تأهيله بإعادة إعمار وتأهيله ليقدم أفضل خدمة للمواطنين. نتواجد مع حضراتكم الآن أعلى كوبري السلام، واحد من هذه المحاور والشرايين المرورية الجديدة التي سوف تسهم في الفترة المقبلة في تغير هذا المكان بالكامل، في تغير وجه المكان، في انتهاء ظاهرة الزحام، في توفير الوقت والجهد على المواطنين ذهابا وإيابا. هذا الكوبري هو على مساحة وعرض 30 متر ومقسم إلى 7 حارات. في السابق كان هذا الكوبري له 4 حارات فقط، ولكن بتوسعته سيكون هذا الكوبري له 7 حارات. سيساعد هذا الكوبري المواطنين القادمين من القاهرة الجديدة والمعادي في الوصول إلى المرج. وأما عن نفق السلام هو أيضا تمت توسعته، وبذلك يكون هو أيضا 7 حارات بعد أن كان 4 حارات فقط، والآن يكون عرضه أيضا 30 مترا ليساعد القادمين من المرج إيابا إلى القاهرة الجديدة والمعادي. هذا المحور وشريان المروري حتى الآن نسبة الإنجاز به وصلت 95%. ربما نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا المشروع وكل الإجراءات التي تتخذ الآن وموعد يعني افتتاح رسميا ليقوم المواطنين الآن باستخدام هذا الشريان المروري. يسعدنا أن يكون معنا الباشمهندس محمد جابر وهو مدير مشروع التوسعة بكوبري الدائري. أهلا وسهلا بك على شاشة أكسترا نيوز. أهلا وسهلا فندم. بداية حدثنا عن هذا المشروع وتفاصيله وكيف سيكون يعني هي اللمسات الأخيرة الآن حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من هذا المشروع. مشروع توسعة الطريق الدائري مش كوبري السلام فقط، احنا بادئين من تقاطع محور الشاذلي مع الطريق الدائري وصولا للزراعي. احنا واقفين دلوقتي على كوبري السلام تنفيذ شركة المقاولين العرب. احنا عندنا دلوقتي الكوبري ده يعتبر بديل لنفق السلام. الكوبري ده فعليا ما كانش موجود. احنا بدأنا وشرعنا في تنفيذ الكوبري عشان نبتدي نحول نفق السلام بدل ما هو اتجاهين اتنين، اتجاه قادم من الزراعي واتجاه متجه الى الزراعي، لكن احنا دلوقتي هنخلي نفق السلام هيبقى اتجاه واحد فقط، هيبقى وكوبري السلام هيبقى اتجاه موازي لي. احنا النفق بتاعنا الكوبري بتاع السلام هيبقى 7 حارات، تم تنفيذه الحمد لله، نسبة التنفيذ وصلت 95%. هيبقى 7 حارات كافيين جدا ان هم يعملوا سيولة مرورية للقادم من المعادي عشان برضو يسهل الحركة المرورية في القادم من الزراعي. بالتأكيد. حدثنا كيف سيغير هذا الكوبري يعني مظهر هذا المكان، الزحام الذي يعني كان يعاني منه هذا المكان وهذا نفق السلام أيضا، إذا حدثنا يعني كيف سيغير هذا الكوبري الأمر تماما؟ الوضع الطبيعي اللي كان موجود 3-4 حارات كان لكل اتجاه كانوا متواجدين في نفق السلام. دلوقتي احنا استبدلنا نفق السلام وخليناه اتجاه واحد وخلينا الكوبري الاتجاه المقابل ليه. ده معناه ان تقريبا نصف الحركة المرورية اللي كانت موجودة في نفق السلام هتبتدي تنتقل على الكوبري، فبالتالي انا بقدر اقول ان انا وفرت كتير جدا على الناس مدة زمنية في رحلة في زمن الرحلة، وفرت مجهود على المواطنين، وفرت حتى في البنزين، يعتبر تسهيل كبير جدا وخدمة للمواطنين. حدثنا عن معايير الأمان التي تتوافر في هذه المحاور، وبالطبع شأنها شأن كل المحاور هو هذا الكوبري. ما هي المعايير الأمان التي يعني حرصتم أن تتواجد؟ معايير الأمان بتبتدي من لحظة التخطيط. يعني احنا التخطيط لازم يبقى هندسي بشكل مناسب جدا للمكان، اقدر السرعات اقدر احكمها على الطريق. معايير الأمان في التنفيذ موجود عليه إشراف مهندسين
عدد كبير جدا على الاستشاريين. كل ده بيوفر فاكتور اوف سيفتي لكل مراحل تنفيذ الكوبري بدايه من التخطيط حتى التنفيذ. بالتاكيد. اذا حدثنا ان هذه المشروعات القوميه ليست فقط تسهم بان يعني توفر الوقت والجهد على المواطنين وتغير اوجه هذه الاماكن تماما، ولكنها ايضا تكون فرص عمل للكثير من العمال والمهندسين. كيف كان هذا المشروع ايضا فرصه رائعه للكثير من العمال والمهندسين في العمل؟ المشروع زي ما انا قلت لحضرتك تقريبا 22 كيلو، 22 كيلو في كم مهول من الشركات اللي موجوده بتبتدي تنفذ. الشركات دي موجود فيها عدد مش قليل من العمال والمهندسين والمعدات الى اخره، فده يعتبر طبعا توفير فرص عمل من للعماله وللمهندسين ولكل الناس اللي موجودين حوالين المشروع. توسعة هذا الطريق وإضافة هذه الحارات بعد أن كان 4 حارات لسبعة حارات هي المرحلة الأولى في هذا المشروع، إذن ما هي المرحلة الثانية؟ إحنا بنتكلم في المرحلة الأولانية إن إحنا بنوسع الطريق زي ما أنا قلت لحضرتك من 4 حارات لسبع حارات كقطاع عرض للطريق، بالإضافة إن الواقع اللي كان على الطريق الدائري من قرب البيوت والعقارات الملاصقة للطريق ده كان مخلي إن طريق الخدمة اللي موجود جنب الطريق شبه منعدم. بالتوسعة بتاعتنا اللي وصلت لسبع حارات زي ما قلت لحضرتك، أنا دلوقتي البيوت بقت أقرب ما يكون من الطريق خدمة للمواطنين وحرصا على سلامتهم. طبعا إحنا لازم إن إحنا كنا نفكر في طريق يسهل ليهم الحركة وبرضو تكون الحركة دي خارج الطريق الدائري، لأن أغلب الحركة للناس اللي كانت مقاربة أو العقارات اللي كانت مقاربة للطريق الدائري كانت بتبقى الحركة بتاعتهم من الطريق الدائري. طيب انا عشان ادخل عربيه اسعاف او عربيه مطافي لا قدر الله لاي مشكله حصلت كان بتبقى برضو من خلال الطريق الدائري وكان بتبقى بشكل عشوائي. المرحله الثانيه بتاعتنا بعد توسعه وتطوير الطريق الدائري، المرحله الثانيه بتخدم المواطنين بان احنا ان شاء الله هننشئ طريق سطحي او طريق خدمه بيلف حوالين الطريق الدائري هيخدم المواطنين مطافي اسعاف الى اخره، وبالتالي هيقلل برضو نسبه الحركه المروريه على الطريق الدائري. المطالع والمنازل، بالتأكيد هناك العديد من المطالع والمنازل التي يتم إنشائها على هذا الكوبري حاله كحال مختلف المحاور لتسهيل الأمر على المواطنين. حدثنا أيضا عن هذا الأمر. جميع التقاطعات الكبيرة اللي على الطريق الدائري اللي كانت موجودة واللي احنا استحدثناها زي كوبري السلام كلها مخدومة بمطالع ومنازل، لكن التطوير والتوسعة بتاعتنا كنا مش مجبرين، كان الطبيعي ان احنا نعمل تطوير للمطالع والمنازل، بمعنى ان المطالع والمنازل اللي كانت موجوده كانت يا دوبك بتخدم العرض القطاع العرض للطريق، لكن قطاع العرض للطريق زاد من 4 لـ7، فبالتالي انا وسعت وطورت كمان المطالع والمنازل، بالاضافه ان انا اضفت بعض المطالع والمنازل الاماكن الحيويه على الطريق الدائري. أكيد. شكرا جزيلا يا باشمهندس، نورتنا على شاشة اكسترا. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا هي اعمال مستمره هنا على الطريق كوبري السلام ونفق السلام ليكون جاهز للافتتاح في الوقت القريب جدا، ليخدم معه الالاف والملايين من المواطنين ويسهل عليهم الحركه ويوفر الوقت والجهد ويوفر ايضا شبكه طرق ربما لم تعهدها مصر لسنوات كثيره. والكلمه تعود مره اخرى في الاستوديو. شكرا لك ميرنا عادل، كنت معنا لنقل اخر تطورات توسعة طريق الدائري تحديدا من كوبري السلام. شكرا لك، وبالطبع شكر موصول لضيفك الكريم.